طيب، عندنا كلام كتير جدا مهم، بس ركز معايا في اللي هتكلم فيه دلوقتي، لان ده متعلق بصفقات النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، واكيد في تساؤلات كتيره جدا بخصوص الصفقات وكلام كتير جدا جدا من اعلاميين مختلفين بخصوص صفقات النادي الاهلي. لكن احنا هنقول لحضراتكم الحقيقه والتفكير ماشي ازاي بشكل مفصل، عشان محدش يقول لحضراتكم كلام ممكن يكون فيه زياده شويه وتهويل شويه بخصوص صفقات النادي الاهلي، سواء ايجابا أو سلبا. صفقات النادي الأهلي، النادي الأهلي ماشي بشكل جيد جدا في التعاقد مع بعض اللاعبين اللي هو محتاجهم. ركز معايا، اللي هو محتاجهم، تدعيم الصفوف، مش الاهتمام بأن أنا أجيب كم كبير، لا، الاهتمام طبقا لسياسة النادي الأهلي أن أنا أتعاقد مع اللاعبين اللي هيفيدوني، اللي هيكونوا إضافة ليا. هتقول لي يعني في صفقات تانية للنادي الأهلي؟ أه، في صفقات تانية للنادي الأهلي. من غير ما نقول العدد ممكن يكون كام، من غير ما نقول طبعا اسماء لاعبين خالص، لكن في صفقات تانية للنادي الاهلي بخلاف تجديد اعاره رمضان صبحي وبخلاف التعاقد مع اليو ديانج لاعب خط الوسط المالي. دول كانوا صفقتين حتى الان، لكن لسه في صفقات تانية وده شيء مؤكد. النادي الاهلي ماشي من خلال ايه في صفقاته؟ من خلال احتياجاته، من خلال التنسيق ما بين الكابتن محمود الخطيب الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، طبعا برئاسه الدكتور طه اسماعيل، فيما يتعلق ويخص كل الصفقات واحتياجات الفريق خلال الفتره اللي جايه. طبعا اهتمام كبير جدا من جمهور النادي الاهلي واسماء كتيره جدا جدا جمهور النادي الاهلي بيتمنى التعاقد معاها، لكن دايما النادي بيبقى عايز يجيب اللاعبين اللي هيكونوا اضافه ليه واللي هيكملوا قوام الفريق، وخصوصا نركز برده في الكلمه دي، النادي الاهلي مليء باللاعبين المميزين جدا، عندك قوام جيد، والنادي الاهلي ابتدى كمان بناء فريقه بشكل افضل من خلال شهر يناير الماضي، وتعاقدت مع اكثر من لاعب مميزين جدا جدا، هتضيف ليهم من خلال صفقتين حصلوا، من خلال صفقات اخرى هتتم خلال الفتره اللي جايه. لكن خليني اقول لحضراتكم، قد يكون في اجتماع خلال ايام قليله جدا مقبله ما بين الكابتن محمود الخطيب و لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي لحسم بعض الأمور ووضع الرتوش الأخيرة وإنهاء الرتوش الأخيرة الخاصة ببعض الصفقات، وبإذن الله قريب جدا ممكن تسمعوا عن تعاقدات جديدة بالنسبة للنادي الأهلي. ممكن بيبقى في جو تسخين شوية والناس بتنجر لهذا التسخين، إن مثلا مسؤول في نادي فلاني أو في النادي العلاني يقول لك أنا خدت صفقة من الأهلي ومش خدت صفقة من الأهلي، النادي الأهلي مش هيسيب صفقة غير لو هو مش محتاجها. تمام، النادي الاهلي مش هيسيب صفقه غير لو هو مش محتاجها، فبالتالي النادي الاهلي بيجيب الصفقه اللي هو ايه محتاجها، فما تقلقوش خالص من الجزئيه دي، ومفيش حاجه اسمها خالص ان الاهلي تعاقد مع كل اللي نفسكم فيه، مفيش حاجه اسمها كده. احنا طبعا كلنا نفسنا النادي الاهلي يجيب احسن لعيبه في العالم، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيدور على احتياجاته بشكل دقيق جدا جدا جدا. ده التركيز ودي سياسة النادي الأهلي اللي ماشي عليها خلال الفترة الحالية، بالتحديد بخصوص إيه؟ بخصوص الصفقات. فإن شاء الله بإذن الله في تدعيمات، في صفقات أخرى، طبعا في صفقات أخرى، صفقات هتكون مهمة وقوية جدا للنادي الأهلي، طبعا هتكون مهمة وقوية جدا للنادي الأهلي، لكن في حدود احتياجات الفريق. لازم نأكد على الجزئية دي، لأن ما فيش حاجة اسمها ان الاهلي هيجيب كل الصفقات، هيجيب عدد كبير جدا من الصفقات وهيعمل كمان، مفيش حاجه اسمها كده خالص. الاهلي دايما بيدور على اللاعب المميز اللي هيكون اضافه ليه في صفوفه، وخصوصا ان النادي الاهلي يمتلك عدد كبير جدا، مش عدد كبير، القائمه كلها لاعبين مميزين في الحقيقه. تمام، وفي النهايه البطولات هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. مش معنى كده مفيش صفقات، انا ما بقولش كده طبعا، لا، في صفقات وقويه، وباكد تاني وتالت وعاشر، في صفقات وجيده محدوده، مش بكم هائل وبكم كبير. تمام، في نفس الوقت انت ممكن تعمل صفقات كتير قوي بس البطولات ما تبقاش موجوده، الناتج يبقى صفر، او حتى الناتج ممكن يكون بطوله ولا حاجه، يبقى انت عملت ايه؟ لكن انت دايما، وده تركيز النادي الاهلي، ان انت بتجيب الصفقات اللي هتكون اضافه ليك في مختلف البطولات اللي انت هتشارك فيها طبقا لاستراتيجيه معينه خاصه بالجهاز الفني، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبالتنسيق ايضا مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، وده شيء مهم ومميز جدا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في حسم كل الملفات للتحديد فيما يتعلق بالصفقات قريبا جدا إن شاء الله. وقلت زي ما قلت لحضرتك هيكون في اجتماع مهم قوي ما بين كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني بخصوص حسم بعض الأمور، لأن ممكن تكون أنت يعني وصلت اتفاقات معينة مع لاعبين معينين بس خلاص ناقص
الموافقات الاخيره والرتوش الاخيره اللي بيتم حسمها، وده طبيعي جدا في الصفقات، وان شاء الله خلال ايام قليله جدا هتسمعوا عن اخبار كويسه باذن الله بخصوص صفقات النادي الاهلي. والاهم دايما بينا او الاهم دايما لينا خلال الفتره اللي جايه فوز النادي الاهلي في مختلف المباريات والبطولات اللي هيشارك